يا صباح الفل والجمال عليكم في حلقة جديدة من برنامجكم شباب شو. معاكم فادي اسحاق واشجان الحويلي. ازيك يا اشجان؟ الحمد لله، تمام. النهاردة موضوعنا بيتكلم عن المنفى الاختياري. المنفى الاختياري هو احنا هنتكلم باختصار كده عن مشكلة كلنا بنعاني منها الفترة دي. هي حاجة ليها أضرار وليها فوائد برضو، بس للي يستخدمها صح. هو موضوعنا النهاردة عن السوشيال ميديا وقد ايه هو ممكن يؤدي لمشاكل كبيرة جدا، وقد ايه هو ممكن يكون سبب برضو لتقدم كبير جدا ممكن نوصله. ولا انت ايه رأيك يا اشجان؟ ايوه فعلا يا فادي، احنا بنضيع وقت كتير من عمرنا. للاسف مش بنقدر اغلى عمله في حياتنا اللي هي عمله الوقت. كتير مننا اول ما بنصحى الصبح لحد ما بننام بالليل واحنا ماسكين الموبايل على مواقع السوشيال، من الانستجرام للفيسبوك الواتساب، شغلين دماغنا قوي بالسوشيال ميديا. مين عمل ايه ومين عمل كده وليه ازاي وكل ده. فعلا حتى ده كمان بيأثر على إنتاجية الشغل بتاعنا لما بنستخدمه بشكل كبير. احنا من أول ما بنصحى لغاية ما بننام تقريبا ماسكين الموبايل، عينينا في الموبايل على طول. هو مش صح، مش مستحب. هو السوشيال ميديا دلوقتي بقت جزء من حياتنا، هي تقريبا احنا كل حاجة ماشية دلوقتي بالسوشيال ميديا. والسوشيال ميديا حلوة جدا، انا مبقولش السوشيال ميديا مش كويسة، بس للي يستخدمها صح. يعني بلاش نبقى قاعدين اليوم كله عينينا في السوشيال ميديا بس، وما بنعملش حاجة تاني مفيدة، ما بنفكرش ان احنا نطور من نفسنا. صح ولا انتي شايفة ايوه ايه؟ فعلا، مش بس كده، ده كمان بيقلل من انتاجيه عملنا في حياتنا، في شغلنا، في حتى احنا كمان واحنا في الشغل اثناء الشغل بنبقى كل همنا ممكن نمسك الموبايل نعمل سيرش على حاجه، مين عمل ده، طب ازاي، طب القصه دي حلوه، طب دي اتجوزت، طب دي اتخطبت، وعمالين ايوه نضيع فعلا وقت على الفاضي وخلاص يعني. فعلا. تعرفي كمان ان بيعمل تفكك اسري قوي جدا. يعني ممكن تلاقي راجل مروح بيته مستني، المفروض مدام عامله اكل مظبطه الدنيا كده، يلاقيها مثلا ماسكه الموبايل وشغاله السوشيال ميديا. فين الاكل؟ طيب قوم اعمل لنفسك، مش فاضي. ايه ده، انت تقصد يعني ان العيب بيكون من الستات؟ لا لا مش شرط طبعا من الستات، هو طب ممكن ايه؟ برضو في رجالة كده، بس يعني او احنا نحاول على قد ما نقدر ما يبقاش السوشيال ميديا هو سبب خراب علينا. العكس، احنا المفروض نستخدمه بطريقة صح. بلاش كمان يبقى يعني سبب في تفكك الأسري. يعني ما في حالات بتوصل ان خناقات بتحصل بسبب الموبايل دلوقتي، وكمان بيحصل انطوائية للأطفال وللشباب اللي لسه طالع. في يعني الشاب من كتر ما هو دماغه في السوشيال ميديا وفي مواقع التواصل الاجتماعي دلوقتي، بقى الموضوع يعني بيعمل للشاب عزلة كده، بيبقى منعزل عن العالم الخارجي، ما بيعرفش بيجي يطلع على العالم الخارجي، ما بيعرفش يتعامل بسبب ان هو خلاص خد على السوشيال ميديا. صح؟ ايوه فعلا، ده حتى الشباب والاطفال بقوا في عالم تاني خالص مع السوشيال ميديا، ومش مهتمين باي حاجه خالص. ممكن البنت مش بتكون مهتميه ان هي تساعد مامتها، الواد برضو مش مهتم ان هو ينزل شغله يشوف ايه اللي وراه، يشوف اي حاجه، بيبقى مفيش اي حاجه جديده خالص في حياتهم. حتى الجو الاسري بتاعنا بنبقى كل واحد منعزل مع نفسه، حتى واحنا في اللمة الحلوة بنضيعها، فعلا احنا بنضيعها، بنكون ماسكين الموبايلات برضو حتى واحنا متجمعين. ايوه فعلا احنا يعني من كتر ما احنا بقينا مهتمين بالسوشيال ميديا، احنا الجو الاسري ده جامد جدا يا جماعه. انتوا مش عارف يعني، حاول على قد ما تقدر استمتع بالجو الاسري، بلاش قعده اسره كده جميله. فعلا والله احنا مفتقدينها فعلا في اللمة الحلوة بتاعت العيلة فعلا والروح فعلا الجميلة يعني قعدة جميلة، قعدة لطيفة. نسيب الموبايل شوية، ايوه نقعد ونظبط وقتنا، نبقى نمسك الموبايل في وقت تاني، ما نكونش قاعدين مع بعض. لحظة بس بس. برضو على قد ما السوشيال ميديا له سلبيات كتير، على قد ما هو مش كويس فهو برضو ليه حاجات كويسة. ان هو هو مثلا أكيد التعليم كله بقى عبارة عن سوشيال ميديا، في اساسا ناس
شغلها بيبقى عبارة عن السوشيال ميديا، كل هو شغلها اكيد السوشيال ميديا. اكيد اكيد هو هو دلوقتي اكيد دلوقتي طبعا السوشيال ميديا بقت يعني في ناس كتير البيزنس بتاعهم من خلال السوشيال ميديا، يعني اللي هو الستور اونلاين والحاجات دي، بس احنا نحاول على قد ما نقدر ما يعني نستخدم السوشيال ميديا بالطريقة الصح، بلاش اغلب يومنا يبقى ماسكين الموبايل من اول ما بنصحى لغايه ما بننام. يعني يفضل ان احنا ندي لنفسنا وقت نعمل فيه شغل تاني، بنعمل ممكن نطور من نفسنا في الوقت اللي احنا بنضيعه ده. احنا الوقت ده يعني اغلى حاجه في حياتنا، يعني اغلى حاجه في عمرنا كله، فيعني نحاول على قد ما نقدر ما نضيعش الوقت ده كده، و يعني لدرجة إن هو يعني يأثر على قيم، كمان السوشيال ميديا تأثر على القيم والأخلاق. وفي حاجة كمان أنا عايزة أتكلم فيها، إن مفيش بيبقى من الأهالي مفيش رقابة على أولادهم، ممكن الحاجة دي بتوصل أولادهم إن هم يتفرجوا على حاجات مش لطيفة، حاجات مش مستحبة، فدي طبعا بتتدافع مع القيم الدينية بتاعتنا والمجتمع بتاعنا، فده صح، برضو غلط جدا يعني. عندك حق عندك حق. وكمان على فكرة انتوا تعرفوا ان ليه تأثير على الصحة بالسلب، يعني في من فترة في جامعة اسمها ميلان في إيطاليا عملت دراسة. ايوه، ان الجامعة دي اللي هي جامعة ميلان في ايطاليا كانت فعلا، ايوه، اثبتت في الدراسة ان استخدام الانترنت عموما ده بيسبب ضعف في الجهاز الصناعي. تمام، شكرا مشاهدينا لمشاهدتكم، وكان معكم فادي اسحاق واشجان الحويلي. شكرا شكرا.